السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد كامل من وورلد اوتو. معانا النهارده العربيه الالنترا الاتش دي، عربيه من العربيات العمليه الاعتماديه اللي ما فيش فيها اي مشاكل، عربيه من العربيات اللي تدور كل يوم الصبح وتمشي، عربيه عائليه، عربيه بتاعت شغل وتشيل من حبايب كتير، عربيه ممتازه وممتازه جدا جدا. عربيه ان شاء الله هنشرحها شرح تفصيلي، هقول لك الاختلاف اللي ما بين الفئات، الاوبشن، عوامل الامان، وطبعا الاسعار. بالمناسبه احنا مش بنبيع عربيات يا جماعه، احنا بس بنصور في معرض سيد ميكا وبنحط لحضراتكم الارقام واللوكيشن بتاعهم تحت في الديسكريبشن. ما تنساش بقى تعمل اشتراك الجميل بتاعنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج الفيسبوك بنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، ببقى عليها ابديت باسعار العربيات وبتتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. طبعا مفيش افضل غير ان احنا نبتدي بموتور العربيه. في العربيه الالنتر بتيجي بموتور 1600 سي سي. ايه بقى؟ تنفس طبيعي. ده حاجه يا جماعه ما بنشتغلها كتير في العربيات، حاجه ممتازه. انا ما بحبش غير الموتور التنفس الطبيعي، لا تقول لي تربو بقى ولا تقول لي فتاس دول كلاتش، انا عايز يا عم اريح دماغي. العربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي، 121 حصان، 157 نيوتن. العربيه متوصله بناقل حركه اوتوماتيك من اربع سرعات من الفتاسه اللي احنا بنحبها، اللي لا بتسخن ولا بتعطل ولا بيحصل لها اي حاجه تذكر. تمام. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربيه الالنترا اتش دي، فهوري كده لحضراتكم. اول حاجه مفتاح العربيه، ده المفتاح اهو. تمام كده. العربيه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الاولى. الفئه الاولى بتيجي فاضيه خالص، مفيش فيها اي حاجه، لا عوامل امان ولا اوبشن. العربيه بتيجي باضاءه نهريه ال اي دي. العربيه الفوانيس اللي موجود فيها برده بتيجي معاك هالوجين مش ال دي. الفوج لايت برده اللي تحت اللي موجود معاك اللي بيجي معاك هالوجين مش ال اي دي. الشبكه الاماميه اللي بتيجي بالكروم، لوجو هيونداي الوسطي. تمام كده. لو هنيجي هنا جنب العربيه، فاول حاجه عينيك هتيجي عليها هي التصاط اللي بتيجي معاك 15 بوصه 195 على 65. الفئه الاولى، الفئه الثانيه، الفئه الثالثه، الرابعه بتيجي كلها بتصاط 15 بوصه، نفس التصاط اللي راكبه معانا النهارده. الفئه الخامسه بس هي اللي بتيجي بجنود 16 بوصه. المرايات طبعا مش بتنزل بمرايات دم كهرباء، ما تحلمش. تمام. عندك ازاز في مي واحمد ربنا على كده. الخلوص الارض اللي موجود في العربيه بيجي 160 ملي. العفشه الاماميه بتيجي ماك فيرسون، والعفشه الخلفيه بتيجي معاك مالتي لينك زي ما حضراتكم شايفين جنب العربيه، عملي وسلس ومفيش فيه سوق كتير. زي ما قلت لكم العربيه دي عربيه عمليه، عربيه اعتماديه، عربيه قطع غيارها موجوده في كل مكان، موجوده في اي كشك هتلاقي قطع غيار العربيه دي. عربيه موجوده في السوق لمده سنين طويله وحاجه ممتازه جدا جدا. نيجي دلوقتي مع حضراتكم بقى نشرح شكل العربيه من الخلف. فشكل العربيه من الخلف زي ما انتم شايفين العربيه ولا فيها سنسور بارك امامي ولا موجود فيها كاميرا خلفيه. العربيه فيها مكنه وفتيس وتتكل على الله واحمد ربنا على قد كده. تمام. زي ما قلت لكم العربيه موجود فيها ازاز في مي. افتح كده معاكم الشنطه، ما تفتكرش ان هي كهرباء يعني. تمام. مساحه الشنطه اللي موجوده فيها بتيجي 402 لتر، وبصراحه ممتازه وكويسه جدا، وهتشيل معاك برده حاجات كتير. الطاسه او الستبن اللي موجود في العربيه بيجي معاك طاسه مش جنط. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه. الله، هنشرح المساحات الخلفيه اللي موجوده في العربيه الالنترا، بصراحه ممتازه وكويسه جدا. الكرسي دوت احنا مرجعينه على الاخر عشان تبقى انتوا بس كده عارفين. تمام. عشان نشوف المساحات اللي موجوده في العربيه هتبقى عامله ازاي بالنسبه للشخص اللي قاعد في الكنبه الخلفيه، واستحاله الشخص اللي قدامه يبقى قاعد على الكرسي زي ما احنا عاملينه كده. برده المسافه كويسه، انا قاعد دلوقتي قاعد مرتاح مفيش اي ازعاج بالنسبه لي. المسافه اللي ما بينه وما بين السقف برده ممتازه، والقايم دوت مش هيعيقك وانت داخل او انت خارج. البلاستيك بصراحه بيعم على كل اجزاء العربيه، العربيه مفيش فيها اي جزء مش بلاستيك. الاكره بتيجي معاك من الكروم. نفق الفتيس نقدر نقول عليه ان هو متوسط، مش هنقول اعلى من المتوسط، هو متوسط. اقعد كده مع حضراتكم في النص.
زي ما قلت لك طبعا استحاله حد هيحط الكرسيين دول كده، فبرضه انا قاعد مرتاح، مفيش اي ازعاج بالنسبه لي لو شخصين بالغين قعدوا جنبيا. تمام كده، هنخش بقى دلوقتي مع حضراتكم نشرح الصالون الامامي. هنشرح دلوقتي مع حضراتكم الصالون الامامي اللي موجود فيه العربيه الاتش دي. فاول حاجه كده ندور مع حضراتكم العربيه. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين كده مصر فرضت كاسيت. الجزء اللي على الشمال الخاص، الجزء اللي على الشمال الخاص بيه الار بي ام، وفي النص السرعات، وعندك مؤشر البنزين. العربيه مفيش فيها مؤشر حراره، موجود فيها لمبه بس. تمام كده، ده طبعا الزرار بتاع التريب. تمام كده، نرجع هنا لورا شويه. احمد ربنا ان العربيه موجود فيها طاره، وما تقولش ده ايه ده مفيش فيها طاره مالتي. فاحمد ربنا ان العربيه موجود فيها طاره وموجود فيها كاسيت. تمام كده، نيجي هنا على اليمين، فالعربيه موجود فيها، والله العظيم هم يبكي وهم يضحك. على اليمين العربيه موجود فيها كاسيت، مش موجود فيها شاشه ولا موجود فيها اي حاجه تذكر. زي ما حضراتكم كده شايفين، ده الزرار بتاع الانتظار، وعندك اللي تحت دوت الجزء الخاص بالتكييف. هنا بتتحكم فيه درجة البرودة كده، انت التكييف اشتغل معاك. الزرار ده بتاع الكباس لما تشتغله بيشتغل معاك التكييف، لما تقفله بتشتغل معاك مروحة عادية. هنا الزرار دوت بيقفل دخول وخروج اي هواء خارجي، سواء كان عدم سيارات او التراب اللي موجود في الشارع. تمام كده، دوت طبعا الهواء يجيلك من الامام، الهواء يجيلك من الامام ومن رجلك من تحت ومن رجلك من تحت، او السخانات اللي موجودة معاك في العربية. هنا عندك مساحة تخزين، طبعا التكييف اللي موجود في العربية الالنترا، يعني حدث ولا حرج، تلاجة مش محتاج ان انا اتكلم عليه. هنا برضو معاك مساحة تخزين اهي. في ناس على فكرة يا جماعة بتركب هنا شاشة. تمام، في انت عندك هنا ولاعة، مخرج 12 فولت ويو اس بي واي يو اكس، ناقل الحركة الجميل الاعتمادي العملي الاوتوماتيك اللي من 4 سرعات، فرامل اليد اللي بتيجي معاك يدوي مش كهربا، كنترول الوصل. مساحة التخزين اللي موجودة فيه بصراحة يا جماعة ممتازة. هنبص كده على الدرج، فالمساحة اللي موجودة فيه نقدر نقول ان هي متوسطة. الخامات اللي موجودة في العربية زي ما قلت لكم ان البلاستيك بيعم على كل اجزائها. هنا الجزء ده سوفت تاتش، والجزء اللي تحت بيجي معاك من البلاستيك. العربية موجود فيها جراب نضارة، ديت الإضاءة اللي موجودة في العربية. تمام، هنا معاك مراية بس مش موجود فيها إضاءة. نفس الكلام هنا، معاك مراية بس مش موجود فيها إضاءة. العربية طبعا مفيش فيها فتحة سقف ولا فتحة سقف بانوراما. عندك الزرار ده بيجي معاك أوتو بتاع السواق بس، مش بقية الزراير، يعني بقية الإزازة اللي موجود في العربية ما بيجيش أوتو. تمام كده، هنا بتتحكم في المراية، تتحكم فيها كهرباء. اوبشن جامد جدا يا جماعة الاوبشن ده، يعني اول مرة اشوفه بصراحة. تمام، نقف بقى دلوقتي مع حضراتكم، مش لاقي حاجة اشرحها والله. نقف دلوقتي مع حضراتكم على اخر بقى واهم جزء في الفيديو، اللي اقول لك الاختلاف اللي ما بين الفئات والاوبشن وعامل الامان والاسعار. تابعونا دلوقتي، احنا مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو. عايزك تمسك اعصابك عزيز المواطن، لان الراجل اللي حاطط الاختلاف اللي ما بين الفئات وحاطط الاوبشن اللي موجود في العربية الالنترا دي، دماغه كانت متكلفة قوي قوي. فامسك اعصابك كده وانت بتسمع الكلام ده. لو هنبتدي طبعا مفيش افضل غير ان احنا نبتدي بعوامل الامان. فالفئة الاولى حرفيا فاضية، فيها مكنة وفتيس، واحمد ربنا على كده وشكرا. لو هنتكلم على الفئة التانية، فمفيش فيها بس غير فتحة سقف فقط لا غير، مفيش فيها اي عوامل امان، مفيش فيها اي اوبشن. لو هنتكلم بقى على الفئة التالتة، فالراجل مشكورا شالك فتحة السقف، قالك كفاية عليك كده كاوبشن، وحطلك في العربية اي بي اس واي بي دي واتنين ارباك. تمام كده، لو هنتكلم على الفئة الرابعة، فرجع فتحة السقف، راجل محترم رجع فتحة السقف تاني مع الاوبشن وعوامل الامان القديمة. الفئة الخامسة كل اللي موجود فيها بقى جنود، 16 بوصة 205/55. العربية بتتقدم من توكيل غبار اوتو، توكيل من التوكيلات الكبيرة اللي لها مراكز صيانة كبيرة جدا وبتغطي كافة انحاء الجمهورية. العربية بتيجي عليها ضمان 3 سنين او 100,000 كيلو ايهما اقرب.
فلو هنتكلم بقى على الفئة الأولى بتيجي ب 430 ألف جنيه، امسك نفسك الله يرضى عليك. الفئة التانية بتيجي ب 440 ألف جنيه، و450 ألف جنيه، و460 ألف جنيه. بصراحة يعني الأسعار يعني مش عارف أقول لحضراتكم إيه، يعني ده إحنا بنتكلم في سعر رسمي، والإلنترا الإتش دي عليها سحب فعليها أوفر برايس، وأنا قلت لك الأوفر برايس، أنا راجل بحبك وخاف على صحتك، ممكن يجيلك سكتة قلبية، فأنا مش متحمل مسؤوليتك. فالعربية احنا بنتكلم في الرسمي، فاللي انا قلت لك عليه ده. بالنسبة للانترا، عربية من العربيات العملية الاعتمادية اللي مفيش فيها اي مشاكل تذكر، صفر عوامل امان، مفيش فيها اي عوامل امان، لو انت مستغنى عن حياتك فهي ضايعة في عوامل الامان، مفيش فيها اي عوامل امان. النهاردة يا جماعة نصيحة لوجه الله، ما تشتريش عربية مفيش فيها ارباجات ومفيش فيها اي بي اس، حرام. تمام كده، بس العربية مش محتاج ان انا اتكلم عليها، عربية زي ما قلت لكم موجودة في السوق لسنين طويلة، عربية بتاعت شغل، كلام جد بقى، عربية ده عربية بتاعت شغل، عربية حمالة أسية، عربية اعتمادية وعملية ومفيش فيها أي مشاكل هتواجهك طول ما أنت العربية ديت معاك. لو في أي حاجة احنا نسينا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، ولو في أي فيديوهات حابين إن أنتوا تشوفوها الفترة الجاية برضو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وهنحاول إن احنا إن شاء الله نوفرها. ما تنساش بقى تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد أوتو. بيج الفيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، ببقى عليها أبديت بأسعار العربيات وبنتابع أخبار العربيات. والله العظيم ثلاثة، احنا ما بنبيعش عربيات، لو هنبيع مش هنخبي على حضراتكم، احنا بس بنصور في المعرض مش بنبيع عربيات، بنصور في المعرض مش بنبيع عربيات. تمام كده، شكرا.